المتحد وابدا السلسله مع كوندريفا لصالح منتخب ايطاليا. كوندريفا في تنفيذ اول كره واول رميه مستعد خذا كامل وقته والمسافه اللازمه تركيز كبير كوندريفا يا سلام على كوندريفا تفعلها في هذا الظرف في هذا الوقت في مباراه مثل هذه امام اسبانيا الرميه الاولى عندك كل هذه الشجاعه لكي تسدد بقيه ال 90 دقيقه في الوقت الاضافي ياخذ كامل وقته تشافي ياخذ المسافه اللازمه ماهوش متعود انه يضيع كثيرا تشافي سرع تشافي يسجل تشافي بدقه وبروعه وتخلص من المباراه خلاص تشافي تخلص من المباراه تشافي وتخلص منها كوندريفا هدف لهدف لا تقولون لي بان سيناريو ضربات الجزاء سيعمر وسيطول اذا بدات الامور هكذا تعطيونا الانطباع بان السيناريو سيطول ضربه الجزاء الثانيه لصالح المنتخب الايطالي مع البرتو اكويلاني والحارس ايكر كاتياس اكويلاني اوه يسجل بروعه اكويلاني يسجل الثاني هدفان لايطاليا من رميتين هدف لاسبانيا من رمية واحده قلت لكم اثناء المباراه بان الفارق تصنعه الفرديات ايضا لما لا يحدث في نهائيات كاس الكونفدراليات انيستا في تنفيذ ضربه الجزاء ويسجل بروعه انيستا بروعه يسجل على يسار الحارس رغم انه كان شويه متسرع خلاص اسبانيا تخلص تشافي من المباراه رايكم لا يضيع دروسي ما رايكم لو يضيع دروسي سجلها احسن من كلهم الا الاولى دانييل دروسي حطها في الزاويه التسعين مسجلا الهدف الثالث لمنتخب ايطاليا الهيئه نتاعو توحي بانه يضيع كان امام الحكم الجزائري السابق لعبنا كان بيكي يسجل هذه المره جيرار بيكي شاكيرا اعتقدت بانه ضيع سجل جيرار بيكي ايضا هجومي في اليوفي جيوفينكي وكاسياس سجلها جيوفينكو الرابع سجله على يمين كاسياس في وقت كنت اقول بان الفارق يصنعه الحارسان الفارق الان صنعه اللاعبون ايطاليا سجلت اربع جلست يا ديلبوسكي راموس في تنفيذ ضربه الجزاء الرابعه راموس تحبس الانفاس راموس يسجل راموس على اليمين أربعة مقابل أربعة شوف العرق الذي يسيل على جبين مارتينيز ومع أربيلوا ولكن قبل الخامسة بيرلو هل يسجل بيرلو سجلها بيرلو سجل الخامس على يمين إيكر كاسياس أين أنت يا بوفون لكي تؤهل إيطاليا للمباراة النهائية أين أنت يا بوفون أين أنت لتؤهل إيطاليا للمباراة النهائية الضربة الخامسة التكرار خوان ماتا خايف ويسجل بروعة طبعا يكون خايف ولكن سجل بروعة خمس ضربات مونتوليفو ينفذ السادسة مونتوليفو في نفس الزاوية يا كاسياس روح مرة واحدة على الجهة اليمنى تمسك الكرة مرة واحدة على الجهة اليمنى سينفذ السادسة لإسبانيا الآن ضغط آخر سيناريو آخر لأن اللاعبين يعرفون جيدا بأن الذي يضيع يقصي منتخب بلاده بوسكيتس في تنفيذ هذه الرمية السادسة لإسبانيا يا بوسكيتس يسجلها بوسكيتس يسجل بوسكيتس السادس جاني في ذهني بأن جوردي ألبا راح يضيع ولكن أين هو إذا نفذ يعني أين هو جوردي ألبا الآن الدور لي بعد جوردي ألبا هل بونوتشي سيضيع أم جوردي ألبا بعده الآن ننتظر في من يضيع بونوتشي في تنفيذ ضربة الجزاء من أمام كاسياس روح على الجهة اليمنى يا كاسياس روح على الجهة اليمنى تاعك يا كاسياس يا بونوتشي يا بونوتشي ضيعت فرصة إيطاليا في الوصول للمباراة النهائية يا بونوتشي ضيعها لو جوردي ألبا راح يضيعها جوردي ألبا لا ماهوش جوردي ألبا ليس جوردي ألبا الذي سينفذ السابعة لمنتخب إسبانيا
السابعة لمنتخب إسبانيا والأخيرة ربما ستكون الأخيرة. خيسوس نافاس هو الذي سيسجل. السيناريو الدراماتيكي تذكره جيدا، قد يضيع نافاس ويتواصل السيناريو. يا نافاس يسجل نافاس ويأهل إسبانيا. إسبانيا تتأهل.